شهدت زيارة رسمية للوفد الاقتصادي البحريني وصادرات البحرين إلى اليابان وكوريا الجنوبية شهدت إتمام صفقة صناعية هامة إلى جانب فتح المجال لمزيد من التعاون الصناعي مع عدد من الشركات في البلدين، وبما يحقق أهداف الزيارة في ترسيخ الموائمة الاستثمارية والاقتصادية. هذا وكان قد ترأس الوفد الاقتصادي البحريني سعادة السيد عبد الله بن عادل فخر وزير الصناعة والتجارة بحضور سعادة السيدة نور بنت علي الخريف وزيرة التنمية المستدامة وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال من مختلف القطاعات الاقتصادية. وتم خلال الزيارة توقيع اتفاقية تجارية بقيمة تتجاوز 2 مليون دولار أمريكي تمتد على مدى 3 سنوات، تشمل تصدير خامات الألمنيوم وفلاتر السيراميك وغيرها في إطار مساعيها لتعزيز الفرص والتوسع في فتح أفاق التعاون التجاري مع مختلف دول العالم. تأتي هذه الاتفاقية تتويجا للجهود الاستباقية والمفاوضات التي قامت بها صادرات البحرين مع عدد من الجهات الرئيسية، والتي تم خلالها استكشاف مجموعة من الفرص التجارية للمؤسسات والشركات البحرينية من مختلف القطاعات.